إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي وماذا سوف يحميني أسل النفس بالآمان من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كاني قد ضمنت العيش ليس الموت ياتيني وجاءت سكره الموت الشديده ما سيحميني نظرت الى الوجوه اليس من سَأُسْأَلُ مَا الَّذِي قَدَّمْتُ فِي دُنْيَايَ يُنْجِينِي فَكَيْفَ إِجَابَتِي مِنْ بَعْدُ مَا فَرْوَتْ في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباح عبد التائب ماذا سياويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني اتيت اليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي انت ارجى من يجازيني